يعني هنالك من يرى أنه السيد الصدر قد أحرق كل خياراته في خطبته الأخيرة بعد أن حصرها بانتخابات مبكرة وحل البرلمان. التقليديون لكم يقولون لا نمتلك منفذا قانونيا، وبهذا يشعرون أنكم قد وضعتهم في حرج أكثر مما هو عليه، وهذا كان واضحا من تغريدة الزعيم المالكي. نعم أستاذ نجم، يعني لا تتخيل في يوم من الأيام يستعصي على الخبراء القانونيون ويستعصي على السياسيون أن يجدون المنافذ ويجدون الحلول ويجدون الترقيعات. يعني حينما اعترض الأخوة وقالوا الانتخابات مزورة، استطاعوا أن يجدون قانونا وهو الثلث المعطل ليستطيعوا أن يعرقلوا عملية الذهاب إلى مسار الأمامية. وأنتوا هم كبيرة عليكم يا شيخ حسن أن تردون قانونيين يطلعوا لكم ترقيعات من الدستور أو التحايل على القانون في سبيل إحداث التغيير. التغيير لا يحدث بالتذاكي على الدستور يا شيخ حسن، هذه خطيرة المعلومة. أستاذ نجم مو هذا القصد، يعني قصد دائما أكو هناك فقرات تستطيع أن تجد المعالجات. يعني هو القضية الآن إذا كان الإخوان صار الاحتكام إلى الدستور عندهم قضية لا تقبل، يعني بالبداية من الآن فضل الأستاذ أبو ميثاق قال إحنا مستعدين أن نعطي للتيار الصدري استحقاقه ووزنه في الحكومة رغم انسحابه من البرلمان وما عنده ممثلين بالبرلمان. هذا مو وفق الدستور، هذا وفق الدستور وفق شو اسمه العرف السياسي السابق. لا خوة قال اي، وقال هاي القضيه انه هناك ضروره تقتضي ذلك حتى لا يصير عندنا ازمه سياسيه. اذا احنا هسه الان سقف الشعب العراقي واراده الشارع العراقي وراي السيد مقتدى الصدر والمكتب السيد الشهيد يرون انه الخيار الامثل هو الغاء حل هذا البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكره بعد ان انتضحت المسارات، كل واحد يعرف انعرف مساره. طبعا هذه الخطوه خطوه كبيره جدا، هذه بخطوطها العريضه، لانه انت الان سوف يعني اذا تريد تعيد الانتخابات ممكن ترجع نفس الوجوه، ما راح نسوي شيء، صح لو لا؟ زين. بالتالي اللي مال السياسي واللي عنده سلطه واللي يبلط شارع ويكسب الناس واللي يقدر عنده منصب ويقدر يبتز الاخرين واللي عندهم وظائف تستمر القضيه نفس الشيء، ما راح ستدور هذه الوجوه بطريقه ديمقراطيه. سيد مقتدى الصدر يقول هذا يعني احنا نريد عمليه تغيير ديمقراطيه لتصحيح هذه العمليه السياسيه، لا نريد سلوك دموي ولا، يعني الان من دخل الى البرلمان بهذه الدخله مفروض يعلن بيان رقم واحد وانتهى الموضوع، صح ولا لا؟ لكن السيد مقتدى الصدر ما اراد ان يختزل المشهد السياسي بشخصه لوحده او بتياره، اوكل الامر الى الشعب وفي كل خطوه هو يطالب الشعب بالتأييد او عدم التأييد. فنرى صلاة جمعة تؤيد، نرى أنه مظاهرات تؤيد، يرى دخول إلى وهكذا، أن القرار يعني خطوة مع خطوة هو يتزامن مع تأييد الشعب أو عدم تأييده، إذا أيدوا يذهب إلى الخطوة التي بعدها.